مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج بس بالعراق. شفنا حجم الغيرة وحجم الكرم الموجود عند العراقيين وحجم النخوة الموجودة عندهم، لكن اليوم راح نعرض مقاطع لأجانب يزورون العراق لأول مرة، مجموعة مقاطع جمعناها لمشاهير على اليوتيوب زاروا العراق مؤخرا حتى ينقلون الصورة الإيجابية الموجودة بهذا البلد. هواي يسمعون العراق ناس ما عايشة، ناس كاتلها الضيم، العراقي يشوفوه عبارة عن موت، بعيدا عن السوداوية اللي يحجون بيها بالإعلام المضلل. قالوا احنا نروح سياحة للعراق، وتفاجأوا بالكرم الموجود وبالمناظر والأماكن الموجودة بالعراق، ووثقوها عبر قنواتهم على اليوتيوب. نبدأ بأول مقطع لسائح أجنبي اسكتلندي زار العراق وزار أول محافظة كربلاء المقدسة. خلي نشوف هذا المقطع ونبدأ به حلقتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا جوان ما عندي فلوس. والله أنا. No 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 no. Small small small. شوف أكو شغلة بالعراقيين ما موجودة بكل بقاع العالم، إنه إحنا من نكرم نشبع. هذا السائح قال لي أنا جوعان وأحتاج قطعة على مود اكل، شفتوا ايش قد الطاقه؟ قال له هاك هاي مجموعه كلها اكل اخذها لك. هنا تبين الكرم العراقي. هنا يبين الكرم العراقي، وهنا يبين الضيف ايش قد احنا مهتمين به، وايش قد نريد نعطي صوره ايجابيه للعالم على انه العراق عراق الكرم. عراق الكرم. وعدي مقطع بعد اقوى من عنده ليوتيوبر مصري اسمه سيف الدين، زار العراق وما صرف ولا ربع دينار. قال أنا اليوم أريد أفتر بشوارع بغداد وما أريد أصرف ولا ربع. برأيكم قدر أنه يمشي يومه بدون ما يصرف ولا ربع؟ خلينا نشوف المقطع. بقالنا تقريبا نص ساعة أو ساعة في المتنبي، احنا كنا ناويين ان احنا نبدأ الفيديو من هنا وننطلق، ولكن مفيش مجال ان احنا ننطلق لان الشعب العراقي كله كريم، كله بيتخانق على الكرم. الله الله الله، يقول الشعب العراقي كله كريم، بس احنا نريد نمشي. يا اهل شفنا بالشارع تعالوا وياي، امشوا نروح نتعشى سوا، تعالوا نشربكم شاي. شوفون سائح غريب اجنبي يعتبروه واحد من عندهم. تعال يابا انت اليوم ضيفنا، كل شيء ما تسوي، انت عليك بس تاكل ونونسك وتبات يمنا ونقول لك الله محمد وعلي وياك. خلي نشوف سيف الدين ايش صار وياه. خانق على الكرم، كله بيتنافس مين هيعشينا مين هيغدينا مين هيفطرنا. حبيبي الله يخليك يا ابو حميد. سريعا للكاميرا بالعربي. انا اسمي سيف. هنا انا جاي ويا سيف الدين يوتيوبر اخر هم ضيف على العراق من استراليا. شوف وش قال على العراقيين، وش قال على الكرم العراقي، وش قال على العراق بصوره عامه. يعني انا عمري 21 وانا طالب في الجامعه، انا بدرس رياضيات واللغه العربيه، وانا دلوقتي في الاجازه، فانا سافر حول الشرق الاوسط، والحمد لله انا دلوقتي في العراق بغداد. طب وايه رايك في الشعب العراقي؟ بقالك انت هنا 5 ايام تقريبا. الشعب العراقي يعني كل حجمه طيبين جدا جدا جدا، وانا وصلت من 5 ايام بس، وعندي اصحاب كتير كتير قوي. احنا الحلوه بينا نحب نسوي علاقات اجتماعيه مع الكل. يقول انا جاي 5 ايام وهو صار عنده جماعه، يعني امشي بالشارع يشوفوني غريب يصادقوني، تعالوا يانا، تعال تعشى، تعال تغدى. من بحرين ما موجود مثل اللي موجود بالعراق بكل دول العالم. روح افتر دول العالم كلها، لا راح تلقى مثل طيبه العراقيين، ولا مثل كرم العراقيين، ولا مثل غيره العراقيين، ولا مثل ضيافه العراقيين. يعني شنو اللي جاي يصير؟ خلي كمل الفيديو. يعني كل حد هنا كريم وطيب، وانا مبسوط قوي اني هنا. قول لي متعشين؟ احنا متعشين. هذول اثنين وياهم شافوهم بالمتنبي شباب مرتبين، رجع لهم بالدراجه، قال لهم انتم اليوم يمنا عشاكم ومبيتكم، خلينا نشوف وين راح اودوهم عشاهم.
راح يروحون مش متعشين احنا رايحين معاه. شكرا ابو حسين حبيبي والله. هذه البدايه راح ناخذها. لا رايحين مجانين والله احنا لسه. ايش شايف بعد يقول العراقيين مجانين مجانين على قولتهم بالمصري. هاي العراقيين احنا نقوم بالواجب. خلينا نكمل. تعناهم من شوية راحوا على المنتج وبعدين لفوا ورجعوا الطريق كله عشان يعزمونا على العشاء متخيلين. ودلوقتي بيتخانقوا مين فيهم اللي هيعزمنا على العشاء. فظهر ان احنا في الاخر كلنا هنتعشى سوا. صديق جديد هذا فتح بالكرة. Crazy man, Iraqis are crazy generous. And literally the whole time I've been here for 5 days ما اكلتش لوحدي ولا مرة. اكيد ما دفعتش حاجة. طبعا يا باش تدفع ما تدفع اكيد انت يمنا بضيافتنا احنا عم معذبين. هاي العراق عمي هنا رغم الضيم ورغم الالم ورغم المأساة لكن احنا طاقة ايجابية نشعل العالم كله. الايجابية موجودة عندنا تقرب فول رغم كل شيء. خلينا نكمل نشوف ايش صار بعد. اكيد انا بحاول ادفع بس لا انا يعني مش قادر. صعب الموضوع صعب يا جماعه هنا والله. العرايم بيفكروني بالصعايده في مصر يعني مهما حاولتوا مستحيل ان انتوا تدفعوا مليم وانتوا مسافرين في. تحياتي للصعايده الموجودين بمصر بس اتحداهم يصيرون مثل العراقيين. هنا صاحبنا سيف الدين يقول العراقيين مثل الصعايده بمصر انهم ما يخلوك تدفع ولا مليم. لا العراقي ماكو منه. احنا نعتز بعراقيتنا ونتزمت بها ايضا. العراقي ما موجود منه بكل العالم. كمل حبيبي سيف الدين. في بلادهم فالعراقيين هنا زي ما تقولوا كلهم كرماء بشكل غير طبيعي. وذر بقى مسلم مسيحي ارميني يهودي اي حاجة كلهم فعلا عندهم الصفة دي ان هم كرماء بشكل غير طبيعي. تحياتي لك. يقول العراقيين مسيحي سني ارمني شيعي الكل. عراقي جنسيته اذا هو كريم. عراقي جنسيته اذا هو مضياف. وهذا احنا اللي بنشوفه خلال تجوالنا ببغداد. خلينا نشوف بعد. بقالنا ساعة تقريبا مقابلين الشباب اللي احنا قاعدين معاهم دول ولكن متخيلين احنا تعرفنا عليهم في شارع المتنبي. اثنين جروبس مختلفين ولكن الاثنين اتفقوا على انهم عايزين يخرجونا ويعشونا. فاحنا دلوقتي في مطعم الصاج البديع هنتعشى معاهم وبعد كده نشوف يومنا هيكمل ازاي. هنا في مدينة الصادق. كم مصري؟ مصري. والله العظيم يعني ما اعرف احنا عندنا فد روح جدا حلوة. تمام شباب استقبلوا غريب وسائح اجنبي واعين على الدنيا. لكن اليوم احنا حتى اطفالنا شوفوا شلون استقبلوا سيف الدين. حتى الاطفال العراقيين مضيافين واصحاب واجب هم ماتين. خلي نشوف ايش قالوا له. تعرف يا عم مصر؟ والله مصري. عليكم البنين. حبيبي هتيجي تنورنا قريب في مصر؟ مصري مصري مصري. هو مش من العراق وحتى لو من العراق الناس هتظبطه اكيد. ولكن لما تقول ان انتوا مش من العراق بيبقى في معامله ثانيه خاصه يعني بيبقى. لا سيف الدين يعني انت شنو قصدك احنا نطرب على الغريب؟ لا 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 احنا كريمين مع كل الناس. كل واحد يحط رجله بارض العراق فهو يصير شلون يقول داخل بمضيفنا. بعد الجمال الموجود ببلدنا موجود بس احنا بنروح لاماكن سلبيه جدا. خلي نشوف بلدنا وين دا يوصل. خلي نشوف حجم الاعمار اللي موجود بيه. خلي نشوف حجم التطور اللي دا يصير عندنا بالعراق رغم انه هو قليل لكن هو كلش حلو وكلش جميل. خلي تصير عندنا إيجابية وإحنا أصحاب الطاقة الإيجابية. خلي نشوف سيف الدين إيش قال بعد. معاملة VIP أو VVIP. فإحنا دلوقتي في المعاملة VVIP دي والصراحة مش ملحقين نتعرف على ناس. معاملة VVIP ونشرب وناكل. أجواء رهيبة. أجواء فعلا رهيبة والشعب مرحب من الصغير لحد الكبير. إن كان في باتل بتحصل بين محمد وعلي على مين اللي هيبايدنا النهاردة. صاحبنا سيف الدين بعد يوم طويل ويا الشباب العراقيين اللي استقبلوهم وتعرفوا عليهم بشارع المتنبي وصل الى مرحله انه تمام وصلوا للبيت حتى ينامون بعد. لكن هنا عاده بكل دول العالم انت ترجع للبيت على مود تلقى فراشك وتنام. شوفوا صاحبنا العراقي ايش سوى وتفاجئ بصاحبنا المصري. علي حبيبي حبيبي. الله الله الله. بص الاستقبال بتاع علي ما اروعه. الله يعزك. بيقول لك عيلتك عارفين ان احنا هنا. نو بروبلم. بصوا على المولد ده احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنخش عند علي وننام على طول ولكن طبعا انتوا عارفين العراقيين مش كده. العراقيين لازم يعملوا مولد وبعد كده ننام. فدي العدد يعني متفاجئ يعني قلنا احنا جايين حتى ننام. والله العظيم احنا صرنا مضرب امثال لكل العالم على اللي نقدمه من غيره وكرم وضيافه
ونخوة وإيجابية ونضحك، حتى لو ضايجين نضحك. خلينا نشوف إيش صار بعد. فلوس تماما. أول ما طلعنا بدأنا الفيديو الناس على طول زبطتنا وما ادتناش مساحة حتى إن إحنا نفكر. دلع حبيبي. يعني هو زيه زي أي يوم تاني تقريبا. أنا في العراق الصراحة ما اضطريتش إن أنا أصرف أي حاجة، لأن طول ما أنا ماشي حتى بتخانق مع الناس عشان أدفع حاجة، ولكن العراقيين صعب قوي إن أنتوا تحاولوا معاهم الموضوع ده. مستحيل إن هم يخلوكوا تدفعوا مليم واحد. إحنا بخدمة أي إنسان يجي ببلدنا ويحتاج فلوس أو ما عنده فلوس ويحتاج أكل، وإحنا موجودين. أخلاقنا اللي تربينا عليها وإحنا صغار، أي شخص يجي للعراق راح نقوم بالواجب. من هذا الفيديو، صحيح هو طويل لكن به هواي معاني، وكلش عجبني التجوال مال اليوتيوبر سيف الدين المصري. تحياتي. راح انتقل لفيديو آخر ليوتيوبر مشهور آخر أيضا زار العراق، سوري. تحياتي لباسل الحاج. باسل الحاج اجى للعراق حتى يثخن، قال أنا جيت للعراق حتى أسمن. إيش سوى بالعراق؟ شلون افطر بالعراق؟ شنو اللي قدموه أهل العراق إله؟ خلي نشوف هذا المقطع. مشهد طبيعي يومي بتشوفه كل 3 دقائق في العراق. ناس بتتخانق على مين قاعد يدفع، ناس تتخانق على مين يفوت أول، ناس تتخانق على مين يعزم بعض. فيهم هذا الطبع، فيهم هذا الطبع. تدلع حبيبي. كثير واضح، مش معنا احنا بس الضيوف. باخر الحلقة بقول لكم مواقف كثير صارت معنا، اخر الحلقة فيها فضفضة اليوم. الملك لله. خلونا نتفق على شغلة من بداية الحلقة، احنا مش جايين على العراق ندوق الاكل. منتبهين شغلة؟ سواح الاجانب وضيوفنا من دول اللي تحاوطنا، دولنا الشقيقة، يجون للعراق حتى ما ينامون. يقول لك يا أخي من الجمال اللي موجود بالعراق أنا ما أقدر أنام. وحتى الناس العراقيين يسوون نواهس، يعني من نروح البلد يعني خلي يكون غير العراق. صح تشوف أماكن جديدة وتشوف مناظر طبيعية جديدة عليك أيضا، لكن ماكو مثل الدم الموجود عند العراقي اللي هو يسوي لك واهس أنه أنت حتى ما ترجع للفندق، تخليك في الشارع تفتر، تشوف شنو اللي دا يصير، شنو الثقافات الموجودة بالعراق، شنو الكرم اللي موجود بالعراق، شنو الأشياء الغريبة اللي العراقيين يسووها وما حد يقدر يسويها غير العراقيين. خلي نشوف باسل الحاج ايش قال بعد. ندوق الأكل ولا نشم ريحة الأكل؟ احنا أنا جاي أتخن صراحة عندكم يا جماعة، واحد من أفضل المطابخ العربية، واحد من أدسم المطابخ العربية، فإحنا جايين هون نتخن. الدليل إنه الساعة 5 الصبح وطالعين نبدأ الحلقة من 5 الصبح، لسه الضوء ما طلع علينا، نبدأ بأول وجبة كاهو جيمر. ايش الكاهي وايش الجيمر؟ هذا هو الكاهي اللي هو عجين مرقوق بيشبه شوي الفطير المشلتت المصري، مخبوز في الفرن. كيف بيتاكل؟ بنحط عليه شيره او سكر وبيتاكل مع القشطه. هذا الجيمر. جيمر وين حارث؟ جيمر السده. بالعافيه حبيبي باسل. شباب انا اشوف باسل وقمت اسلج، ترى والله جعت حتى يسواها الاكل ترى والله. تحياتي لك حبيبي باسل والف عافيه. بس ايش راح تنزل بعد يا معود؟ شوفوا باسل شنو نزل. فنختم حلقه اليوم بشويه حلويات عراقيه، شويه بقلاوه عربيه عراقيه عند الشكرجي. شفنا زنود الست هون، في خدود الست. وين خدود الست؟ هاي خدود الست. عندنا دطلي، عندنا متذكرين ايش بدينا اليوم؟ بدينا اليوم بكاهي وجيمر، حنختم اليوم ببقلاوه فيها جيمر. جيمر عربي عراقي، يعني مش بقلاوة قشطة، لا هاي بقلاوة جيمر. هاي بسموها بورما. بعد ما اقدر شباب والله العظيم، انا شوف الصينية، انتم ماذا تشوفوها الصينية مال بقلاوة. الف عافية. باسل الحاج ايضا انطفت صورة جدا جميلة عن العراق، وبالاخص الاكل العراقي والطيبة الموجودة بالعراق ونفسية العراقيين ما يختلفون عليها اثنين، فاكلنا من اجود واطيب والذ انواع الاكل الموجود بالعالم. هذا مو كلامي، كلام المختصين بالاكل. بالعافيه باسل الحاج وتحياتي لك. ويوتيوبر مخيف اخر، اليوتيوبر الاردني جو حطاب، كلش احبك اني وكلش متابعك. اجى يمنا بالعراق ما صار له هوايه، فتره قليله انطفت صوره عن العراق، والله العظيم مشرفه جدا.
وكلش حبيتها. أنا عراقي عايش بالعراق، انطاني في الصورة وانطاني في الدافع إيجابي عن بلدي أنا ما شايفه، وانبهر وتفاجأ مثل ما تفاجأوا أصدقاء اليوتيوبرية قبله. خلينا نشوف جو حطاب شنو سوى بالعراق. شعب يحب السلام. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. شارع المتنبي هنا التاريخ يقول لك القاهرة تكتب، بيروت تطبع، وبغداد تقرأ. بلاد الرافدين ليش؟ بلاد النهرين دجلة والفرات، وبغداد هذا نهر دجلة تمام، ولكن الفرات مش هون. احنا بنهر وسط نهر دجلة حاليا، قلب العاصمة العراقية بغداد، ساعة القشلة، المتنبي، مدرسة مستنصرية، القصر العباسي وغيرها. طلعوا هاي الساعة مشهورة كثير في العراق، اسمها ساعة القشلة. من الآثار العثمانية. أنا أرحب بكم وأنتم في شارع المتنبي، شارع ثقافة. عندنا بالعراقي عين غطة وعين فراش. يا جو حطاب تجي يمنا بالعراق تصير إلك عين غطة وعين فراش، من أبسط إنسان موجود بالعراق. إذن هاي شيمة العراقيين، وهاي الكرم الموجود عند العراقيين اللي تربوا وياهم من هم وصغار. خلي نكمل ونشوف شنو صاروا يا بعد. والله هلا بك، انا دي يصور بالصدفه شباب اثنين يتعاركون، انا عازمك والله، والله ما تدفع. اقول له انا عازمك يا معود، انت ايش تسوي؟ صافي ايش دا يصير؟ احنا ما يصير عندنا هيك شيء. العلم جو حطاب مفتر دول العالم كلها، ما شاف اللي شافه بالعراق. اجى هنا طبعا احنا سواحنا الاجانب اول ما يجون ناخذهم للصدريه، اذا زاروا بغداد يروحون يتريقون جيمر وكاهي، ويظلون صافنين على الطعم اللي موجود بالجيمر والكاهي، لان موجودات بس بالعراق ايضا. خلينا نشوف هنا جو حطاب قدر يكمل الكاهيه لو لا. والجيمر تخيل كميه الناس هون هسه في هذا المطعم اسرح ترجيف الجيمر العراقي، وبتيجي من كلمه كايمك. اذا بتسالوا ايش بيفطروا بالعراق يوميا، صبح العيد هذا اهم ريوق لازم يودون على جيمر وكاهي لو جيمر وعسل. وهي كلمه تركيه معناها قشطه. واه حليب جدا مميز جدا، رهيب رهيب هذا الحليب، رهيب جدا. هي قشطه بس بقول لك تنعمل بطريقه مختلفه. ولكن الجيمر العراقي مميز، بنعمل بطريقه مختلفه، بعملوه من حليب الجاموس من اهوار جنوب العراق، وبتتاكل مع الكاهي وهي معجنات عراقيه. انا بستسلم خلص قدامها. صاحبنا هنا استسلم ما قدر يكمل الكاهيه، دسمه ومليانه شيره وشكر وقيمر، هو اصلا دسم، ما متعودين على هيك اكل، لان هذا الاكل موجود بس بالعراق ايضا. جو حطاب ظل صافن تجربه جديده بحياته، ووثقها بطريقه كلش حلوه. خلينا نكمل ونشوف بعد وين راح. شيبس كرادة، تعالوا يا اخوان خلينا نفرجيكم. هسه احنا في حي اسمه الكرادة، هذا الشيبس الكرادة طلع الكميات كل هاي الشيء. اقوى شيبس بالعالم يعني، فريش يوم بيوم. بس بالعراق هذا شيبس الكرادة، بس بالعراق هذا بيغلب ليزا. شو ليزا؟ شو ليزا؟ طبعا يغلب ليزا العراقي هذا الشيبس كامل كله شيبس. ليمون بيتزا بس نضيفكم ونخليكم شيبس. طبعا العشاء ضيفنا كيس. نقول له صاحب المحل يقول له نضيفكم شيبس، يقول له يعني ايش راح تضيفني هذا الشيبس كبير كله؟ قال له ايوه عادي، يعني شنو غريبته، ضيفنا اليوم انطيك هذا الشيبس كله لك، انطاه اياه وشوفوا شنو سوى. ذكرياتنا طفولتنا، وخصوصا تدري الناس المغتربين هسه يمكن يتحسرون علينا اللي يشوفون اللي عايشين خارج العراق. يعني تخيل هاي سهره للصبح، هذا زاد كثير البهارات اللي حطوه عليه كلش طيب. هذا اللي يجيبوه عنا الاردن بس. اسمع نعزم كل الشارع على حسابنا، تاكلون اي شيء تحتاجون. الله على حسابنا تاكلون وشنو تحتاجون احنا بالخدمه. انتم اليوم ضيوفنا، ما عليكم انه بس تاكلون واحنا نضيفكم واحنا نونسكم. جو حطاب شال الكيس الشيبس وبدا يوزع بيه بالشارع على السيارات اللي تمر بالكراده داخل. وهاي كرم الناس وهذا استقبالهم، وهاي الشيمه اللي تربوا عليها العراقيين، هاي شيمه العراقيين. خلينا نشوف شنو سوى من راح للناصرية وبشنو تفاجأ بعد. وبيض مربى جبن زيتون. احنا حنجرب بس ايش الجيمر. جيمر الاهوار، جيمر الاهوار هون اصلي يا اخوان، هي هذا من هون جاي من الجاموس اللي هون في المنطقة هاي، وبيصدروا لكل العراق. هي زي القشطة، قشطة مميزة طبيعية اصلية يعني. قشطة اصلية من الجاموس. فورورد تشا واو، قيمة مع العسل. حق الأخيرة شاء غير هي النصرية. الله
يقول شاغر هي الناصرية. الناصرية رفعت راس وجو حطاب يمهم، او هم معروفين بعد بالعزوبية والكرام ويفرشوا لهم المضيف من البداية للنهاية. من جو حطاب راح انتقل ليوتيوبر اخر، بنية اجنبية زارت المتنبي والتقت بابسط انسان عراقي موجود هناك. شوفوا فطرته وطيبته ولاهيته اللي هي يحكي اللي بقلبه، شنو صار وياها وشلون تفاجئت بي. خلينا نشوف المقطع. شاي مان فيديو زي تعال جاي قرب فيديو. اي فيديو يلا فيديو. اي شلونكم؟ شربت شاي؟ شور. اذا وانت تحكون عراقي شاي العراقي طيب. شوفوا فطرته وطيبته، يقولها تعرفون تحكون عراقي؟ هي عربي ما تعرف تحكي يا معود، بس نقد نفسنا ونيتنا الصادقة نفسنا الطيبة انه احنا نحكي اللي بقلبنا، هذا اللي ميزنا عن كل دول العالم او عن كل شعوب العالم. تعرفين تحكين عراقي؟ خلينا نشوف حكيت يا عراقي لو لا. كلني عراقي ابنك. ها؟ رحب بيها بالعراق. شلونكم؟ انا رحب بيكم ومن يا دولة؟ اسكتلندي. على راسي الشرف. على راسي اسكتلندي. هذا شاي العراقي، شاي طيب، شاي العراقي، شاي طيب للغاية يعني كلش، شاي العراقي. شاي طيب للغاية. دائما تجين هنا شارع المتنبي؟ اوكي. يقولها انت دائما تجيني هنا شارع متنبي؟ هي سائحه اجنبيه جت تسيرج على شارع متنبي وجابوها يا معود، هسه ندري بيك كريم وحطمت الارقام القياسيه، بس ترى هي سائحه اجنبيه. يقولها انت دائما تجيني هنا شارع متنبي؟ اروح في دول فطرتك، اروح في دول طيبتك، يا عراقي يا اصيل. نشوف خلينا نكمل. تجين شارع متنبي دائما مو؟ شلون شارع متنبي حلو؟ He's asking what do you think about Mutanabbi Street? It's beautiful. Beautiful. And the atmosphere is great, he's saying. Very good. Happy. Yes, everybody's happy. تقول أنا سعيدة موجودة هنا بالعراق. طارة العراق يعني السواح الأجانب يجون يشوفون تاريخ بالعراق مثلا حضارة، لكن هم يجون ويتفاجئون أكثر بنفسية الشعب العراقي وبطيبة الشعب العراقي وبكرم الشعب العراقي، وعين غطا وعين فراش، وذاك يركض قدامه وذاك اللي يسوي لهم العشاء وذاك اللي يفرش البيت، تعالوا باتوا يمي. هاي شيمة العراقيين. خلينا نشوف صاحبنا ابو الشاي ايش سوى بعد. لك سعيدي الحمد لله. خليكم على روسنا احنا الضيف. The same metaphor of like you are in his head. متاثر هسه. خليكم على روسنا. شكرا. والله احنا الضيف العراقيين نرحب بالضيف. هاي من شيمتنا يعني. You're saying that our trait in to welcome the our guests. تصور شوي. شكرا. العراقيين والله نرحب بالضيف دائما. احنا ناس طيبين. You say that we are good people in Iraq. We are Iraqis. Yes. 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 Very good people. Very good people. Very good people. أحسن ناس. هاي الرسالة اللي موجودة عندنا ودنحاول نوصلها للعالم بطريقة أو بأخرى، بمشهد أو بآخر. لكن مثل هذا العراقي البسيط اللي التقت به هاي الأجنبية موجود منه ملايين العراقيين. يجوز كل العراقيين مثل هذا أبو الشاي صاحبنا، كل العراقيين مضيافين ومعطائين، أو كل العراقيين يتلقون الضيف ويفتحون قلوبهم قبل لا يفتحون بيوتهم. وصلنا وياكم لآخر الحلقة. كل المقاطع اللي عرضناهن بهاي الحلقة مقاطع يوتيوبرية مشهورين على منصة اليوتيوب. انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج بس بالعراق ومقاطع عن العراق الطق بالقاع.